هتافات وأناشيد اعتاد هؤلاء الأطفال على ترديدها في الأعوام السابقة بعد أن سلبهم نظام الأسد حياة الطفولة بقصفه الهمجي. الكثير منهم ما كنا نراه هنا قبل الهدنة في الأيام الماضية، والبعض منهم استمر في التعليم رغم المخاطر التي كانت تواجههم من القصف العنيف، الأمر الذي انعكس عليهم سلبا. حاليا وبعد توقف الطيران بشكل تام تقريبا، أصبح بالنسبة للطلاب ورجعت للمدرسة صار في كثافة، صار في إقبال أكثر، صار يمشوا حتى بالشارع بأريحية. كنا نحن بنخاف كنا بالمدرسة، لأن أيام كان تضرب الطيارة ونحن بالمدرسة، كنا كتير نخاف نحن أيام نجي وأيام لا، ونحن كانت المدرسة كتير عددها قليل، هلا كترت كتير. الأقبية والمنازل المدعمة والغير مكشوفة حولها القائمون على التعليم في مناطق سيطرة الثوار بحلب إلى أماكن تعليمية بعد أن اعتبر طيران النظام المدارس الرسمية هدفا غير مستثنى من القصف، وحولها إلى أماكن مهجورة غير صالحة للتعليم. وظائف إداري مدرس. بعدما استهدف الطيران الروسي والنظام المجرم المدارس النظامية المباني الحكومية، تحولت معظم مدارس مدينة حلب إلى مدارس ميدانية داخل الأقبية حتى نؤمن للطلاب سلامتهم ويحققوا الفائدة المرجوة وهم يدرسون بأمان وسلام. عودة البسمة لهؤلاء التلاميذ ربما تكون مؤقتة لحين انتهاء الهدنة المبرمة وعودة الطيران لرسم مشاهد الخوف على وجوه الأطفال المطالبين بأبسط حقوقهم، وهي العيش بسلام بعيدا عن أحداث القصف والموت. مع هدوء وتيرة القصف في مدينة حلب تغير الحال بالنسبة لهؤلاء الأطفال، فأصبح حضورهم إلى المدرسة وإصغائهم إلى معلميهم بأريحية تامة. باسل أبو حمزة لأخبار حلب اليوم، حلب.